هؤلاء أو هؤلاء الناخبات يعني عدد كبير منهم من غير الموظفات والذين استفادوا من هذا القرار. معي عدد من الناخبات أحدثهم عن شكل المشاركة وطبيعة نزولهم. برحب بيك يا فندم. عوض في الحوفي، خليني أسأل حضرتك مباشرة، إيه اللي دفعك النهاردة لنزول الانتخابات؟ لازم أشارك، لازم أقول رأيي، لازم أقول رأيي في الناخب اللي نازل، لازم أقول رأيي. أنا بنت البلد وأخاف على بلدي، ولازم كلنا نشارك، لازم كلنا نشارك. البلد في مرحلة حرجة ولازم نسندنا بلدنا، لازم نقول رأينا، يعني ما نسيبهمش سلبيين. حضرتك عندك أولاد شباب؟ لا، ما عنديش صبيان، بس أنا عندي بنات وبنات ونزلوا. سن قد ايه تقريبا؟ عندي 30 سنة وعندي 25 سنة وعندي 18 سنة، نزلوا. لكن شاركوا في العملية الانتخابية؟ شاركوا ونزلوا. عندهم اصحاب شاركوا برضو؟ نزلوا ونزلوا، نزلوا نزلوا نزلوا، ونزلنا اللي مننا قريبنا برضو، نزلناهم تليفونات، اتصلنا بالتليفونات، ولازم نحس الناس على انها تنزل، لان البلد في مرحله حرجه. ولازم طلبت الناس بالتليفونات عشان ينزلوا يشاركوا؟ وكلمناهم وقلنا لزمايلنا كمان في الشغل كمان ان لازم ينزل، لازم كلنا نشارك، لازم كلنا نشارك. السلبيه مش كويسه، لازم كلنا نشارك. بعض الناخبين اللي قرروا ان هم ما يشاركوش ربما يعني اتكلموا عن الـ نوعيه المرشحين في دمنهور اثرت عليهم. هي نوعيه المرشح اللي نازل، زائد ان قبل كده ما فيش ثقه في المرشح اللي نازل، ان هم بينزلوا مجلس الشعب ما بيعملوش حاجه لحد، فهي ديت المشكله. هي الناس ما عندهاش ثقه. يعني حضرتك اصريتي انك تيجي وتشاركي؟ لازم اصر، لازم اشارك. انا بلدي وخايفه عليها، لازم مرحله دي، ده يعني الثالث يعني استحقاق بالنسبه للبلد، ولازم نشارك البلد، لازم نقف جنب بلدنا. احنا نبص للبلد اللي حوالينا جرى لها ايه، واحنا نشوف بقى احنا يعني نحمد ربنا على اللي احنا فيه. بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. معي ايضا يعني احدى السيدات من كبار السن التي حرصت على المشاركه في الاستحقاق الانتخابي. برحب بيك يا حاجه. الله يخليك. قولي لي ايه اللي دفعك للنزول يعني؟ عشان بلدي تستقر وتبقى كويسه، والشباب اللي ما بيشتغلش يشتغل، واحنا قاعدين في عزبه الجمال يعملوا لنا المجاري والغاز، ما يهربوش بقى، بيقعدوا على الكرسي وبينسوا نفسهم وبينسوا الناس اللي بتديهم اصوات. هم خلوهم كويسين يعني، واحنا كل مره ننتخب، انما لو مش هيعملوا لنا حاجه زي الاول ما احناش هندي لهم اصواتنا طبعا. احنا هنجربهم المره دي، انما المره الجايه لو في حاجه مش رايحين نعمل لهم حاجه. الشباب اللي خد شهادات وتركن ده كلام واقعي جدا وكلام جميل جدا جدا جدا. انا بشكرك محمد مبروك، شكرا جزيلا محمد مبروك من البحيره، وشكرا لضيوفك من السيدات الافاضل.